سنة ميلادي في سنة 60، وانتقل للعمل في القطاع الحكومي كموظف حكومة. وبعدين في الفترة اللي بنتكلم فيها دي اللي هي 75 انتقل بقى رجل أعمال. عمري ما كنت في بيزنس، أنا موظف وحرفي، فحرفي في بنوك، مجال بنوك الاستثمار بصفة عامة من ساعة ما اتولدت لحد ما جيت الوزارة وأنا في المجال ده اللي هو إدارة الاستثمارات والأصول ودراسات الجدوى ثم تمويل المشروعات في السعودية. اشتغلت 7 سنين في شركة اسمها الشركة العربية للاستثمارات البترولية، شركة عربية مشتركة تقوم بتمويل ودراسة المشروعات في قطاع الغاز والبترول والبتروكيماويات، فاشتغلت فيها. وبعدين اتنقلت فيها برضو، أخدت الماجستير في الاستثمارات فاتنقلت جوه الشركة لإدارة الاستثمارات، فدخلت في سوق المال بقى هناك 3 سنين. وبعدين جيت مصر مع المجموعة المالية المصرية، اشتغلت فيه برضو في الدراسات ثم الوساطة. الوساطة بأنواعها المختلفة بقى من سنة 94 إلى 2015 لما سبت البزنس، وأنا بشتغل في إدارة الأصول الأول سواء محافظ أو صناديق استثمار، أو بعد كده في الوساطة في الأوراق المالية في شركات بتاعتي. أول حد يعمل شركة سمسرة أو شركة وساطة على الإنترنت، مش وساطة. إحنا سنة 93 أو 94 إحنا اشترينا أحد السماسرة 13 اللي كانوا موجودين. المجموعة المالية المصرية اشترت الله يرحمه علي حسن أحد السماسرة 13 اللي كانوا موجودين في السوق وقتها من الخمسينات، فاشتريناه. وبعدين عملنا المجموعة المالية للسمسرة اللي هي بقت المجموعة المالية هرمس. ده في مجال الوساطة. أنا لما جيت سنة 2005 عملت شركة للوساطة عبر الإنترنت، ده كان الجديد بتاعنا. 130 شركة سمسرة بيشتغلوا إنترنت، فكان ليا سبق في قصة الإنترنت.